صلاح الدين مدير أمن فرع الجزيرة ونائب مدير أو نائب مدير المقر. اتفضل يا كريم. بجد التحيه ليك من جديد يا كابتن هيثم. طبعا برحب بيكم بكل نجوم الاستوديو التحليلي، لاكيد طبعا بيتمنوا كل التوفيق، وبنتمنى النهارده ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. انا معايا طبعا العميد علاء صلاح مدير امن النادي الاهلي ونائب مدير المقر، والحقيقه اللي بيقوم بدور كبير جدا. انا قبل اي شيء بقى علاء بيه طبعا تحيات للكابتن هيثم وتحيات ضيوفه، وكل سنه وانت طيب. عيد ميلادك النهارده، عيد ميلاد يمكن العميد علاء النهارده، بنقول له كل سنه طيب. شخصيه مش شخصيه رائعه جدا، وبرحب بيك. كل سنه طيب علاء بيه. انت بالصحه والسلامه، ومتشكر جدا على التهنئه الجميله ديت، ومفاجاه سعيده بصراحه. متشكر جدا. مجهود كبير علاء بيه طبعا عايزين نتكلم عليه طبعا بالنسبه للمباراه، وتحديدا لمباراه اليوم. انت عارف يمكن الايام الماضيه شهدت امور عديده جدا في المباراه الاخيره بين الاهلي والزمالك، لكن الحقيقه النهارده المعتاد علينا اي مباراه بتكون داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره او اي مقر، التامين بيبقى كده، وجود جمهور مش وجود جمهور التامين بيبقى كده. لكن الحاله النهارده عايزين نتكلم عليها، التنسيق مع وزاره الداخليه حطنا في كل الامور دي علاء بيه. بص والله يعني احنا ما بنعملش حاجه جديده، النادي الاهلي معروف بتنظيمه، معروف باجراءاته، في لوائح بنطبقها، يعني احنا ما عملناش حاجه جديده. يعني النهارده الناس بتقول النهارده عشان في ماتش ومش عارف ايه والاحداث اللي حصلت، انا اسف، لا، هو ده نظام النادي الاهلي. اللي بيخش المدرج سواء دلوقتي او في اي مكان بيبقى معروف داخل يعمل ايه. النهارده ما عنديش حد هيخش بزياده غير اللائحه بتقوله، فهو ده الطبيعي اللي احنا بنعمله. يعني احنا ما عملناش حاجه جديده، يعني هو ده نظامنا وده اللي بنطبقه. انت لو بصيت دلوقتي على المدرجات هتلاقي الاعلام، القنوات اللي بتذيع، استاذ اعضاء مجلس الاداره والنشاط الرياضي، ما فيش حد زياده. هندخل زياده ليه؟ لما بيسمح بدخول بجمهور بيبقى في اعداد محدده بندخلها، هو ده النظام بتاعنا. والحمد لله يعني النهارده لو في مثلا 30 40 واحد موجودين مسموح بيهم، لو اتسمح هندخل، ما فيش، خلاص، شكرا. كمان انا شايف التوزيع والخطه الامنيه، يمكن رغم ما فيش جمهور لكن العدد كبير برضه على بيه، ده مستمر معاك في الصاله المغطاه تحديدا حتى لو ما فيش جمهور؟ بص يا فندم، هو دلوقتي انا عندي بوابات للصاله، البوابات ديت بتبقى عليها افراد امن ومفتوحه، ما ينفعش اقفل من النواحي الامنيه ان بتبقى بوابات مقفوله بمفتاح، لا، في بتاع امن واقف ما بيدخلش حد. لينا توزيعه ثابته على البوابات، في ارض الملعب، على اوض اللبس، في كل مكان لينا خطه امنيه بتبقى محطوطه سواء الماتش موجود بجمهور او من غير الجمهور. فدوت يعني انا عايز اوصل لك معلومه وهفضل اكررها، وممكن الناس تزهق منها، هو ده نظامنا، احنا ما بنعملش حاجه جديده، هو ده نظامنا. لو دلوقتي بص يعني طبعا مش هقول لك خد الكاميرا ولف على البوابات، هتلاقي افراد الامن موجودين، البوابات مفتوحه وكل حاجه تمام. مش هيسمح غير بالناس اللي مسموح لها تبقى متواجده داخل صاله النادي الاهلي. تمنياتك ايه النهارده بقى للعيبه الباسكت؟ النهارده مباراه صعبه على بيبقى، بعيدا بقى عن الامن، شايف المباراه النهارده ازاي بالنسبه للنادي الاهلي؟ بص انا تمنياتي للنادي الاهلي في اي حته في اي مكان المكسب. احنا تعودنا على كده، انا الحمد لله كان ليا الشرف ان انا لعيب هاندبول لنوات في النادي الاهلي، فتعلمنا وتربينا كده، احنا ما بنفكرش غير في مكسب. باسكت، طايره، الحمد لله لسه الطايره كسبانه، الهاندبول البنات ببارك لهم طبعا لان دي لعبتي، فانا لازم ابارك لهم. فهو ده نظام كوره، اي لعبه احنا النادي الاهلي بيلعب على بطوله، اي ماتش بنلعب على مكسب. شكرا جدا، شكرا شكرا. بنشكر اكيد طبعا العميد علاء صلاح مدير امن للنادي الاهلي ونائب مدير المقر، وزي ما اكدت لك يا كابتن هيثم، والعميد علاء اكد الحقيقه هو ده نظام النادي الاهلي، وجود جمهور، عدم وجود جمهور، تعليمات محدده، الالتزام محدد. يمكن كمان في نقل المباراه هيبان يا كابتن هيثم مفيش فرد متواجد في المدرج، كل الافراد اللي متواجده في المدرجات هي افراد الامن الخاصه بمقر النادي الاهلي بالجزيره. مش جديده على النادي الاهلي ان تخرج مباراه او تبان مباراه بهذا الشكل، لكن الاهم ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق لاعبتنا النهارده. مباراه صعبه يا كابتن هيثم، وانت عارف صعوبه المباراه النهارده، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله بالروح الكبيره وبالتحضير الجيد والرائع جدا من الكابتن اشرف توفيق المدير الفني مع الكابتن سيد مصطفى مع الكابتن احمد الجرحي، ان شاء الله باذن الله يكون ليها مردود كبير النهارده في هذه المباراه. عاود اليك من جديد الكابتن هيثم السعيد. الزميل كريم احمد بشكرك شكرا جزيلا ليك، لقاء مهم مع طبعا العميد